السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، طلبة الساعات المعتمدة الفرقة الثالثة، معاكم دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، والمحاضرة الرابعة في المالية العامة، في مادة المالية العامة، وهنشوف فيها إيه. هنتكلم في الفصل الثالث، بيتكلم عن دور الحكومة في تحقيق كفاءة السوق. دور الحكومة في تحقيق كفاءة السوق. طب تعالوا الأول نشوف إيه، ما هو مفهوم الكفاءة الاقتصادية. الكفاءة الاقتصادية تعني الحصول على أكبر كم ممكن من المخرجات بأقل كم ممكن من المدخلات، يعني آخد أعلى مخرجات بأقل مدخلات. ده مفهوم الكفاءة، وده معناه إن أصل إلى النتيجة، الوصول إلى النتيجة المطلوبة، أحقق الهدف بأقل جهد ممكن وأقل تكلفة ممكنة، معنى مما يعني خفض الجهد الضائع. يبقى ده مفهوم للكفاءة، إنك تعظم المخرجات أو تاخد أكبر كمية ممكنة من المخرجات بأقل كم ممكن من المدخلات. طيب الكفاءة عند باريتو، في واحد اسمه باريتو أو باريتو، عرف الكفاءة، قال لك الكفاءة دي معناها إيه؟ هو ذلك الوضع الذي لا يمكن فيه زيادة رفاهية أحد الأشخاص إلا على حساب شخص آخر. يعني إيه؟ يعني الوضع اللي أنا ما أقدرش أزود رفاهية شخص معين إلا على حساب شخص تاني. يعني إيه برضو؟ يعني هدي مثال، بيقول لك إيه؟ إذا أمكن زيادة رفاهية شخص ما دون أن يقلل ذلك من رفاهية شخص آخر فإن ذلك لا يمثل الكفاءة. يعني لو قدرنا نخلي شخص أحسن حالا، زودنا رفاهيته، ادينا له فلوس، زودنا دخله، ادينا له فلوس فبقى أحسن حالا من غير ما نأثر على حد تاني بالسلب، يبقى الوضع ده وضع كفاءة؟ لا، ده مش وضع كفاءة، لأنك قدرت تحسن وضع شخص ما، تمام، من غير ما تأثر سلبا على شخص. ده مش وضع كفاءة. أمال الوضع الكفاءة هو إيه؟ إنك الوضع اللي أنت ما تقدرش ترفه حد، يعني لازم عشان ترفه الشخص الأول تزود رفاهيته، تقلل رفاهية الشخص التاني. هنشوف الشروط الحدية للكفاءة، إمتى بقى تتحقق الكفاءة في الاقتصاد ككل؟ يعني الدولة ازاي تحقق الكفاءة؟ تعالوا نشوف بقى في المجتمع الكفاءة بتتحقق امتى؟ بيقول لك ايه؟ تتحقق الكفاءة في المجتمع عندما، ايه بقى؟ عندما تكون المنفعة الكلية الاجتماعية أكبر ما يمكن. يبقى في حاجة اسمها المنفعة الكلية الاجتماعية أكبر ما يمكن، يعني نعمل لها ماكسمايزيشن، تعظيم. يعني ايه منفعة كلية؟ يعني الحكومة لما تزود رفاهية معظم الناس، يعني نكبر المنفعة الكلية، الكلية بتاع كل المجتمع ككل، نعظمها، يعني نحاول نرفه اكبر قدر ممكن من الناس. حلو، يبقى لما المنفعة الكلية الاجتماعية الناس حالها يتحسن. طيب وفي نفس الوقت في حاجة اسمها التكلفة الكلية الاجتماعية تبقى اقل ما يمكن، يبقى قلل التكلفة الكلية الاجتماعية بتاع المجتمع ككل وعظم المنفعة الكلية. يبقى الكفاءة تتحقق عندما تم تعظيم المنفعة الكلية الاجتماعية، نعمل لها ماكسمايزيشن، والتكلفة الكلية الاجتماعية نعمل لها مينيمايزيشن. طب ده امتى يتحقق؟ متى تكون المنفعة الكلية الاجتماعية أكبر ما يمكن والتكلفة الكلية الاجتماعية أقل ممكن؟ قال لك ده هتتحقق فقط عندما تتعادل حاجة اسمها المنفعة الحدية الاجتماعية مع التكلفة الحدية الاجتماعية. يعني لما التكلفة الحدية الاجتماعية تساوي المنفعة الحدية الاجتماعية، الاتنين دول تساووا، هنا هتكون المنفعة الكلية أكبر ما يمكن والتكلفة الكلية أقل ما يمكن. طب تعالوا نعرف الأربع مفاهيم دول. نعرف المنفعة الكلية. المنفعة الكلية الاجتماعية يعني إيه؟ بتقول لك هي الكمية التي يستهلكها، التي يتم استهلاكها من السلع والخدمات بواسطة أفراد المجتمع خلال فترة معينة، والتي تحقق لهم الإشباع.
يعني هنفترض المصريين استهلكوا كمية سلع وخدمات في سنة 2019، كل السلع اللي استهلكوها حققت لهم منفعة، المنفعة دي عايزين نعظمها بقى تكون أكبر ما يمكن. يبقى أنت في حياتك بتستهلك سلع وخدمات، والسلع والخدمات بتديك منفعة، يبقى كل ما تستهلك كتير المنفعة هتزيد، يبقى كل ما نعظم الناس منفعتهم نديهم سلع أكتر وخدمات منفعتهم الكلية هتزيد، دي المنفعة الكلية. طب إيه بقى التكلفة الكلية؟ هي قيمة الموارد اللازمة لإنتاج كمية معينة من السلع والخدمات خلال نفس الفترة. الأفراد دول مش خدوا سلع وخدمات عملت لهم إشباع؟ تكلفتها بقى إيه قيمة الموارد اللي أنتجت السلع والخدمات اللي خدوها؟ دي اسمها التكلفة الإيه؟ الاكتمال. يعني إحنا عايزين نعظم مثلا المصريين كمية السلع والخدمات اللي بيستهلكوها، ياكلوا كويس ويشربوا كويس ويلبسوا كويس ويبقى عندهم عربية، يعني نديهم سلع كتير بأقل كمية موارد معينة، اللي هي التكلفة الكلية الاجتماعية هي قيمة الموارد اللي استخدمت في إنتاج السلع والخدمات اللي حققت منفعة كلية للشعب ده مثلا. فهمنا الفرق بين المنفعة الكلية والتكلفة الكلية الاجتماعية. طيب نيجي بقى للحدية. إيه بقى المنفعة الحدية الاجتماعية؟ المنفعة الحدية هي بيقول لك بيعرفها بأنها إيه؟ هي المنفعة التي يتم الحصول عليها عند استهلاك وحدة إضافية من السلع والخدمات خلال فترة معينة، ويمكن قياسها بأنها أقصى كمية من النقود يمكن التضحية بها للحصول على وحدة إضافية من السلع. يبقى احنا اللي بنقول المنفعة الحدية الاجتماعية هي المنفعة التي يتم الحصول عليها عند استهلاك وحدة إضافية. حط خط تحت كلمة وحدة ايه؟ عشان اخد واحدة كمان هدفع ايه؟ هتتزود لي منفعتي ايه؟ وحدة إضافية من السلع والخدمات خلال فترة معينة. طيب يعني انت لو بتستهلك سلع وخدمات وهتاخد واحدة زيادة، سلعة كمان زيادة، الزيادة دي هتدي لك منفعة قد ايه؟ اقصى كمية من النقود يمكن التضحية بها للحصول على وحدة اضافية من السلع. يعني لو انت اشتريت مثلا، رحت تشتري 5 كيلو تفاح وقال لك طب ما تخليهم 6، فتقول له طب الكيلو، لو انت اشتريت الكيلو ب 25 جنيه، فهتقول له الكيلو السادس ده مش هدفع فيه اكتر من 20، خلاص لو ب 6 يبقى هاخد الكيلو السادس ده ب 20. يبقى ال 20 جنيه دي اللي هي تمن الكيلو السادس الاضافي هو اقصى كميه انت هتدفعها فيه. هي دي اسمها المنفعه الحديه الاجتماعيه للفرد يعني. طيب التكلفه الحديه الاجتماعيه، سوري، المنفعة الحدية الاجتماعية احنا قلنا الكيلو السادس ده هيديك منفعة قد ايه، انما تمنه بقى او اللي انت تدفعه فيه اسمه التكلفة الحدية الايه؟ الحد الادنى اللازم لتعويض المنتجين لانتاج وحدة اضافية من السلع دون ان اجعلهم في وضع اسوأ. يعني المنتجين دول عشان نقول لهم تنتجوا وحدة كمان والنبي من الانتاج زودوا لنا الانتاج وحدة، تاخدوا كام عشان يرضوا ينتجوا السلعة دي؟ هياخدوا كام؟ دي المنفعة الحدية. طيب هنشوف الكلام ده من خلال الشكل البياني التالي. طيب تعالوا نعرض كده، ركزوا معانا عشان تحفظوا الرموز دي. احفظوا الرموز دي، ت ك ج دي معناها ايه؟ تكلفة كلية اجتماعية اهي. ت دي تكلفة وك كلية وج اجتماعية، ده الرمز بتاعها. عندنا ميم كاف جيم دي المنفعه الكليه الاجتماعيه، يبقى ميم دي المنفعه وكاف الكليه وجيم الاجتماعيه، وت ح جيم اللي هي التكلفه الحديه الاجتماعيه، وميم ح جيم اللي هي المنفعه الحديه الاجتماعيه. يبقى انا احفظ الاربع رموز دول وتعالوا نشوف الرسم البياني ده مهم جدا. لو انا حطيت ادي المحور الافقي ومحور راسي، وحطيت هنا حجم الانتاج، وهنا المنفعه الكليه الاجتماعيه، والمنفعه التكلفه الكليه الاجتماعيه، يبقى التكلفه الكليه والمنفعه الكليه هنا بتاع المجتمع شكلهم ازاي. المنفعه الكليه بتاخد الشكل ده، ماشيه كده كده، وبتزيد اول بمعدل سريع اهو، وبعد كده المعدل يقل، بعد كده تثبت، بعد كده تقل تاني. والمنفعة الكلية الاجتماعية عكسها كده، بتزيد بمعدل بطيء في الأول وبعدين بتزيد بمعدل سريع، التكلفة الكلية الإيه؟ الاجتماعية. فإحنا عايزين نعظم ده، عايزين أعلى حاجة من المنفعة الكلية
واقل حاجة في التكلفة الكلية. طب دي كده الكلية، نشوف فوق بقى نرسم الحدية، يعني الشكل اللي هيفوق اللي فوق ده هيبقى المنفعة الحدية مع التكلفة الحدية. هو انا هنا برضو حجم الانتاج وهنا التكلفة الحدية، خلي بالك ده التكلفة مين؟ هنا الحدية، وبرضو هنا المنفعة الايه؟ الحدية، لكن هنا بنتكلم في الكلية، بنتكلم في المنفعة والتكلفة الايه؟ طيب المنفعة الحدية، التكلفة الحدية شكلها كده علاقة ايه؟ طردية، هي زي العرض كده، منحنى العرض. والمنفعة الحدية الاجتماعية زي منحنى الطلب. حلو قوي. بص بقى يا معلم هنا ركز، احنا امتى بقى وضع الكفاءة؟ الوضع اللي بتكون فيه المنفعة الكلية دي، النقطة دي اعلى ما يمكن، وفي نفس الوقت قصادها التكلفة الكلية اقل ايه؟ اقل ما يمكن. احنا عايزين اعظم فرق ده عشان يبقى التكلفة اقل حاجة قصادها في نفس الوقت المنفعة اعلى ايه؟ ده هيحصل امتى يا معلم؟ لما في النقطة دي، اطلع معايا فوق كده اهي، في النقطة دي، النقطة دي اللي بتتساوى فيها التكلفة الحدية الاجتماعية مع المنفعة الحدية اللي هيقابلها في نفس النقطة، اعلى حاجة هنا في التكلفة في المنفعة واقل حاجة في التكلفة، يبقى هنا كده عند الخط المنقط الاحمر ده. تعالوا نمسح كده اللي انا عملته ده اهو، يبقى الخط الاحمر ده، الخط الاحمر، خلينا نمسح الخط الاحمر ده، يبقى هنا النقطة دي النقطة دي بيتساوى فيها الايه؟ التكلفة الحدية مع المنفعة الايه؟ الحدية، في نفس الوقت بيقابلها اعظم فرق، يعني التكلفة بتكون أقل ما يمكن، التكلفة الكلية والمنفعة الكلية أعلى ما يمكن. هنا عند النقطة ألف دي قصادها حجم الإنتاج، حجم الإنتاج كاف ده، كاف واحد هو حجم الإنتاج الذي يحقق الكفاءة، لأنه عنده تكون المنفعة الكلية أعلى ما يمكن والتكلفة الكلية الاجتماعية أقل ما يمكن، والشرط ان هو التكلفة الحدية الاجتماعية تساوي المنفعة الحدية الاجتماعية. طب تعال نجرب حجم انتاج اقل وحجم انتاج اعلى. طيب نفترض الحجم الانتاج كف واحد ده 15,000 وحدة، تعالوا نشوف لو الانتاج اقل من 15,000. بص بقى لو الانتاج عن حجم الانتاج عند كف ثلاثة كده، شايف كف ثلاثة هنا، هل الفرق ده اعلى فرق؟ لا مش اعلى فرق. ليه بقى؟ لان هنا المنفعة الحدية فوق اعلى والتكلفة الحدية الاجتماعية اقل، ففي فرق بينهم اهو، يعني مش متساويين. يعني ايه بقى؟ يعني المجتمع لو اختار ينتج الحجم اللي هو حجم الانتاج كف 3 اللي هو ده، حجم الانتاج كف 3 ده هيضيع عليه المنفعة اللي هي مساحتها المثلث ده، اللي هو يبقى المثلث الف د ه. المثلث ده خلينا امسح، المثلث ده انا المثلث ده هيضيع على المجتمع. ركز بقى معايا كده، المثلث اللي هو الاخضر ده الف د ه، لو المجتمع انتج عند كاف 3 او انتج 10,000 وحده بس، هيضيع عليه منفعه كان ممكن يحققها مساحتها المثلث الف د ه، لان هنا في منفعته الحديه اعلى من تكلفته الحديه ومش بياخدها. طب لو كان الانتاج اعلى من 15,000 عند 20,000 هنا واحد مثلا، شايفين الفرق هنا بين، مش هيبقى اعلى ما يمكن. ليه؟ لان التكلفه الحديه الاجتماعيه هتبقى اعلى من المنفعه الحديه الاجتماعيه، فالمجتمع هيتحمل تكاليف زياده مساحتها المثلث الاصفر ده، يبقى هنا هيتحمل التكاليف اللي مساحتها المثلث الاصفر دي، هيتحمل تكاليف اضافيه فهتقلل منفعته الايه؟ الكليه. يبقى اذا الوضع ده، الوضع اللي هو فيه عند النقطه الف ده، شايفين الوضع عند النقطه الف، النقطه الف دي هي النقطه اللي اتحقق الكفاءه قصادها حجم الانتاج كف واحد اللي يعظم الكفاءة، وحجم الإنتاج 15,000 هو حجم الإنتاج الأمثل. طيب طبعا السلايدز دي بتشرح الشكل اللي فات.
كده المحاضرة خلصت، المحاضرة دي كام؟ دي الرابعة. تمام، وخلاص كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.